أهلا وسهلا، مرحبا بكم في شان يوتيوب زاد كلاس روم. قاعدين نكملوا في الريفيزيون تاع الميكرو ايكونوميك، تو باش ندخلوا في اكزرسيس للبروديكتور. اكيد باش تلقاو دي اكزرسيس في لي كونسوماتور، وان شاء الله زاد باش نخدموا دوتر اكزرسيس للكونسوماتور، لكن حبيت نبدا بالبروديكتور لي زيبيزود هذوما. دونك عندنا ان اكزرسيس ديكزامان قدامنا باش نشوفوا نقراوه مع بعضنا. Et tu dois apprécier un peu l'exercice. Voilà. Je crois que l'année, parler soit la fonction de production suivante, quantité Q, qui est égale à K à la puissance 1/2 fois L à la puissance 1/2, où L représente le nombre de travailleurs et K le facteur capital. Nous noterons W le prix de travail, yani salaire. R, c'est le prix de capital. Et le coût total, CT, c'est le coût total de production. Nous supposons aussi que W égale à R qui est égal à 5. Yani W, salaire mtal khadema 5. Ou R, le prix du capital kif kif z à 5. Et le coût total égale à 100. Bon, des questions. Déterminer la nature de rendement d'échelle. C'est des questions standards qui mesurent le micro, le parti mtal producteur. Définir et déterminer l'équation de sentier d'expansion. Déterminer les fonctions de demande de deux facteurs en fonction de W, R et coût total. Déterminer l'équilibre de producteur. Supposons que nous soyons maintenant en courte période. Donc, je vais vous faire une courte période ou à long période ou à court terme à long terme et que le facteur capital est fixé à K égale à 125. Alors, quelle est la fonction de coût total, la fonction de coût marginal et la fonction de coût moyen de cette firme? Autre question, déterminer la fonction d'offre de cette firme. Allons-y, appuyez sur pause, cherchez bien cet exercice. Après avoir bien cherché, regardez la correction. Allons-y. بالنسبة لهنا باش نجاوب على الكيستيون هذوما، مي ديما باش نعطي دي رومارك، يعني بلغة أخرى شنو ينجم يتسأل زادا، وشو كيفاش نجاوبوا عليهم. باهي هاد أول حاجة نعرفوا الفونكسيون هذيا، نفهموها بالضبط شنيا هالفونكسيون هذيا. باهي توجور لا فونكسيون دو برودكسيون s'écrivent sous la forme de coupe de glace, andil A fois K à la puissance alpha fois L à la puissance bêta, c'est-à-dire bêta là. Toujours, la fonction de production, A fois K à la puissance alpha fois L à la puissance bêta. Hét n'est exemple, on est fait bih chnouma les variables, c'est-à-dire chniel A ou chniel K ou chniel alpha ou chniel L ou chniel bêta. لو فرضنا انه لهنا انا كبرودكتور عندي كوشه وفيها فور سوا ديزون، عندي انا فور لهنا وعندي انا خدام يخدم على كل فور هذاك باش ننتج انا سوا ديزون في النهار باش ننتج انا 100 باجيت. باهي توجور لا فونكسيون دو برودكسيون لي تكنيك اللي فيها ولا لي مويان تكنيك واللي يتسماو لي فاكتور دو برودكسيون اللي هما الكا والال، سيتادير الكا هما لي كابيتال الماكينات هذوك كلها هما يتسموا دي كابيتال، هذه هي الكا. والترافايور هي ال جاي من كلمة اون انجلي ليبر سي لو ترافايور. باهي والمهمة نتاعك انت لهنا سي لا برودكسيون، يعني الانتاج، انتاج اون كونتيتي. باهي شنو هي مال الالفا والبيتا هذه والا؟ باهي البيتا باش نفهموا بالاكزومبل هذايا هو قديش كانت مساهمتك الخدام هذاك في انتاج 100 باجيت، والالفا هذه سي قديش كانت مساهمه الماكينه ولا الفور هذا في انتاج هك 100 باجيت. دونك الالفا والبيتا هذوما يتسموا دي زيلاستيسيتي دو برودكسيون، الاستيسيتي دو برودكسيون. قعدت لي الا هذه، الا سي كوا؟ الا هذه تتسمى سي لو فاكتور دو بروغري تكنولوجيك، سي لو فاكتور دو بروغري تكنولوجيك، يعني اكل التكنولوجيا اللي انت قاعد تستعمل فيها في لي فاكتور نتاعك في الانتاج ولا في البرودكسيون نتاعك.
اجى لهنا تو مسيو، وين هي الآ الموجودة لهنا في الفونكسيون هذه نتاع الاكزرسيس؟ وين موجودة الآ؟ الآ لهنا تقولش عليها خذات أ، خاطر أن فوا كا أ لا بيسونس أن ديمي فوا إل أ لا بيسونس أن ديمي، هي تقعد لي هي بيدا، سيتادير الآ لهنا في الفونكسيون هذه راهي أ. باهي، والكا قلنا هذه الكا سي لو فاكتور دو كابيتال، هل إل هي سي لو فاكتور دو ترافاي، والألفا لهنا هي أن ديمي، والبيتا لهنا هي كيف كيف أن ديمي. فوالا، إن شاء الله تكون واضحة الفونكسيون. وهذه سيتي فونكسيون كما قلت لكم تتسمى ان فونكسيون دو برودكسيون دو كوب دو غلاس. علاش؟ خاطر بارفوا يجي كيستيون في اول كيستيون يجي يقول لك ديفينيغ سيت فونكسيون دو برودكسيون، تقول له راهي سيتي فونكسيون دو برودكسيون دو كوب دو غلاس، الا سي لو فاكتور تكنولوجيك، الكا سي لو فاكتور دو كابيتال، الال سي لو فاكتور دو ترافايور، والاندومي لهنا سي الفا سي لاستيسيتي دو برودكسيون، والا سي ليلاستيسيتي دو فاكتور دو كابيتال دون لا برودكسيون توتال، والان دومي هذه سي ليلاستيسيتي دو فاكتور دو ترافاي دون لا برودكسيون توتال. باه، شنو هو ينجم زاد يجيك كيستيون اخر، يعني تو ديبون من الفونكسيون، ينجم يسالك سؤال اخر هذايا يقول لك دون كيل بيريود سيت فونكسيون دو برودكسيون، ومن غير ما يعطيك حتى معطى اخر، يعطيك كيل فونكسيون هذايا ويقول لك دون كيل بيريود cette fonction de production. يعني بلغة أخرى، est-ce que à long terme ou إلا à court terme؟ à long terme ou إلا c'est une fonction de production à court terme. باهي، باش نسهل عليكم السؤال هذا ديريكت، كي تلقى أنت الكا موجود في الفونكسيون الكابيتال يعني الماكينات، كي تلقى الكا موجودة في البرودكسيون راهي c'est une fonction à long terme. دونك توجور كي نلقاو لو دو فاكتور الكا والال موجودين في الفونكسيون دو برودكسيون راهي الون تيرم، مي كي تجيك بارفوا انت فونكسيون فيها كان الال بركه راهي هذيك تتسمى سيتي فونكسيون اكور تيرم. نعطيك مثال، يجيك كيف هكا يقول لك كي ايغال 2 على بويسونس فوا ال على بويسونس ان دومي، والا تجيك كيف فونكسيون كيف هكا يقول لك كي ايغال ال بلس ان دومي L à la puissance ou le L au carré, soi-disant, plus un demi L. Puisque m'ajoute qu'un L à KO, donc, c'est une fonction de production à court terme. Mais, attendez, les questions. Donc, j'ai une question. L'ENIQAL est déterminé la nature du rendement d'échelle. Ce sont des questions typiques, standard, qui sont dans presque un exercice d'examen. Nous savons ce qu'est le rendement d'échelle. أول حاجة كيفاش نطلعوا أن روندمون ديشيل؟ بور ديتيرميني لا ناتور دو روندمون ديشيل تحب نخدمه بالساهل، ساهل على الأخر. دونك تمشي تحسب أنت كل أ ألفا بلس بيتا وتقارنهم وتشوف التوتال متاعهم قداش، وتقارنهم سوا ديزون هذه باش نسميها أ التوتال متاعهم، وتقارنها بالأ. فوالا، باش تشوف تقارنها بالأ. كاين الأ، دونك الأ في الكا جينيرال شنو نلقاوها؟ يا باش نلقاها سوبيريور ا 1، يا باش نلقاها ايغال ا 1، يا باش نلقاها انفيريور ا 1. دونك كاين هي كل التوتال ولا السوم نتاع الفا بلس بيتا، يعني لهنا في ليكزامبل نتاعنا ان دومي بلس ان دومي. دونك كاين انت لقيتو اكبر من ال 1، نرجع للكا جينيرال، دونك قلت لك السوم نتاع الالفا بلس بيتا هذوما سميتو انا ا، كي لقيتو اكبر من ال 1 نقول راهو روندومون ديشيل، روندمون ديشيل كرواسون. كان لقيتو ايغال ا 1 راهو روندمون ديشيل كونستون، وكانو اصغر من ال 1 راهو سيت روندمون ديشيل دي كرواسون. ساهل على الاخر على الاخر، لكن بارفوا ثم بروفيت يقول لك انا ما تقنعنيش الاجابه هذه، جاوب عليها بطريقه ماتيماتيك يعني بيور. باهي، شو لازمك تعمل هنا؟ لازمك تقول له سوا ديزون تقولوا هكا سوا الفا ولا لامدا بليتو باش ما نبعدوا على الالفا هذه والبيتا، نقولوا سوا لامدا ابارتيان ا ار تلك، فوالا تلك كو دو الفا ك الفا ال ايغال الفا على بويسونس ا فوا كو ولا اف ولا مش عارف انا الفونكسيون اللي يسميها. فوالا، ها هي هذه هي السي الفورميل نتاع كيفاش تبين الناتير دو روندمون دي شيل. وبطبيعة الحال شي يلزمك تخزر لهنا، يلزمك تخزر للآ هذه، الآ هذه زادة كيف كيف، يلزمك تقارنها من بعد كي تلقاها تقارنها بالآ. كاني أكبر من الآن تقول له راه روندمون دي شيل
croissant, كان égal à 1 قلو راه روندمون ايشيل كونستون، وكان انفيريور à 1 راه روندمون ديشيل دي كروسون. هات نخدموها بالطريقه هذه في الاكزومبل تاعنا. شنو شعمل بالضبط هنا؟ ننطلق انا من هنا، هذه ننطلق منها. بلغه اخرى شعمل؟ جا كل بحثه وكل فاكتور دو ترافاي، فاكتور دو برودكسيون، وحط ضرب فيها كل لامدا هذيك. بطبيعه الحال كي تبدا الكا فيها بويسونس، حتى اللامدا باش تاخذ بويسونس نتاعها. هات نطبقوا القاعده، دونك باش تولي لي هنا الفا بليتو لامدا على بويسونس 1 دومي فوا كا على بويسونس 1 دومي، لامدا هذه خذات البويسونس نتاع الكا، فوا لامدا اخرى على بويسونس 1 دومي فوا ال على بويسونس كيف كيف 1 دومي. باهي نشوفها اكوات ايكال. شوف اخزر لهنا شعمل، تقولش عليه خرج اللامدا اون فاكتور البر. دونك انا نجم نخرج لامدا اون فاكتور بطبيعه الحال، خاطر نعرف اللي لامدا على بويسونس ان فوا لامدا على بويسونس ام هي لامدا على بويسونس ان بلس ام بلس هنا بلس ام. دونك نجم نخرج انا اللامدا لهنا اون فاكتور، دونك نخرجها هكا ان دومي بلس ان دومي فوالا، فوا البقيه شنو قعد؟ قعدت لي الكا ان دومي فوا ال ان دومي فوالا. هذه تولي اللي تقولش عليها هي لامدا على بويسونس 1، خاطر ان دومي بلس ان دومي هي 1. دونك فوا هذه شنية؟ هذه مش هي بيدها الكونتيتي الأولانية بالكل اللي هي هذه. دونك فوا كو دو كا ال. دونك تقول له سيتي فونكسيون دو برودكسيون هوموجين دو دوغري 1. بطبيعة الحال الدوغري هذا دوموجينيتي كيف كيف هو هو بيدو هنا هو الا، نقارنها بالان دونك اوتوماتيكمون هي ايغال ا 1. دونك سي ان روندمون ديشيل كونستون في الاكزرسيس نتاعنا هذا، سي ان روندمون ديشيل كونستون. الونزي تعديو للكيستيون نمبر 2. قال لي ديفينير اي ديتيرميني ليكواسيون دو سونتي ديكسبونسيون. هم كلمه لهنا هي هذه السونتي ديكسبونسيون. هات نفهموا ساش شنو هي السونتي ديكسبونسيون. به قبل ما نجاوب على السؤال هذا، نحب نوريكم افيك ان اليستراسيون غرافيك شنو هال الديفينيسيون تاع سونتي ولا ليكواسيون دو سونتي ديكسبونسيون. باهي توا انت كبرودكتور ما عندك دو فاكتور دو ترافاي، ولا عندك سوا ديزون هنا هي الكا وعندك لهنا ال. انت نورمالمون تلوج على ان ايكواسيون ولا كورب تتسمى هذه تسمى سيتي لا كورب تسمى ايزو كونت. ايزو كونت هي اي بوان موجوده فيها سي ان اوبتيموم دو برودكتور. يعني بلغه اخرى ليزوكونت شنو هي؟ لونسومبل دو دو فاكتور اونتر ال اي كا بور ان نيفو دو برودكسيون دوني. اي بوان موجود لهنا راهي تتسمى اوبتيموم تاع برودكتور. باهي ومن بعد اخي انت البرودكتور هذا ولا البرودكسيون اللي باش تصير باش تصير لك بلاش نو تسمى اكيد ديكو. دونك هنا نحكيو على الدروات دي زوكو، لا دروات دي زوكو كي ريبريزونت لو كونترانت بيجيتير دو 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 برودكتور. دونك هكا التونجونت الموجود ما بين لي زوكونت وهذه تسمى ايزوكو. ايزوكو فوالا هذيك هي كي ريبريزونت لو سونتي ديكسبونسيون. يعني فالي شيرشي لا كونتيتي اوبتيمال دو ال اي لا كونتيتي اوبتيمال دو كا بور ان نيفو دو برودكسيون دوني. باه كيفاش باش نطلعها هذه؟ سي تو سامبلومون يلزمني اول حاجه نكتب البروغرام تاع البرودكتور. البرودكتور توجور شيرشي ا ماكسيميزي سون كونتيتي برودويت اون فونكسيون دو كا اي ال. هنا باش نكتبها هي بيدها فونكسيون تاعي كا على بيسونس ان دومي فوا ال على بيسونس ان دومي. بطبيعه الحال كل عاده حتى البرودكتور عنده كونترانت بيجيتير اللي هو الكو توتال doit être égal à W fois L, c'est le salaire de travail fois le travailleur, plus R fois K. Donc, fois là, avec fois. Donc, le salaire, ou le coût de travail, plus le coût de capital. Alors, à l'équilibre, quelle mesure est très importante, je crois que à l'équilibre, il y a un TMST, taux marginal de substitution technique de L par rapport à K, il y a un coût égal à قد هك الكو نتاع الترافاي والسور ولا رابور ما بين الكو اللي هو دبليو في سور ار. دونك انت لهنا
vous êtes obligé باش تخدم له تي ام اس تي. التي ام اس تي اكوات ايغال هات نخدموها خدنا بشويه بشويه. فوالا التي ام اس تي هي ديريفي بارابور ال سور كا، واللي تتكتب زاد سي لا برودكتيفيتي مارجينال دو ترافاي سور لا برودكتيفيتي مارجينال دو كا. دونك بلغه اخرى من فوق راني باش نعمل ديريفي دو كي بارابور ال، ومن لوتر راني باش نعمل ديريفي دو كي بارابور كا. دونك سي ان كالكيل دو ديريفي اون فيت. هات لهنا نحسبوا التي ام اس تي، دونك من فوق باش ندرب على ال ال، دونك نفيكسي ال ال نشوف شنو مضروب فيها، مضروب فيها الكا ان دومي كلها. دونك من فوق نكتب الكا ان دومي فوا ال ال، ال ال فيها بويسونس ان دومي نهبطوا اللوطا، دونك ان دومي، ومن بعد داك البويسونس هذاك نقص منه واحد، دونك ان دومي موا زان. ومن اللوطا باش نعمل ديريفي بارابور كا، دونك كيف كيف الكا فيها بويسونس هي ان دومي نهبطها اللوطا ومن بعد نقص منها ا، دونك ان دومي موز ان، وكل عاده هي مضروبه في ال ان دومي نكتبها الكل ال ان دومي ب. توا تو سامبلومون عندي انا ان دومي من فوق وان دومي من اللوطه باش نحيها، قعدت لي ك ان دومي فوا ال على بويسونس ان دومي موز ان لهنا باش نوحد المقامات، ان دومي موز ان لهنا تقولش عليها الان نكتبها 2 سور 2 خاطر باش نوحد المقامات، وعندي 2 سور 2 هي ان، دونك ان موان 2 باش تعطيني هذه كلها L à la puissance moins 1 demi. ومن لوطا عندي الكا كيف كيف لهنا زاد نوحد المقامات كيف كيف زاد باش نلقى كلها كا موانز ان دومي فوا ال ان دومي. دونك يلزمك زاد كل عدد يلزمك تختصر ولا تختزل بليتو لاقصى حد خاطر باش من بعد يعاونك في الكالكيل، سينارك باش توحل من بعد في الكالكيل. به عندي من فوق ك على بيسونس ان دومي فوا ال على بيسونس موانز ان دومي باش نمشي بشويه بشويه في التي ام اس تي خاطر نعرف عمليه حساسه، وعندي من لوطا ك موانز ان دومي فوا ال على بيسونس ان دومي خاطر اهم كالكيل في البرودكتور راهو التي ام اس تي كيف كيف في الكونسوماتور التي ام اس، خاطر كان حسبت هذا بالغلط راهو خدمته كلها باش تمشي بالغلط. دونك يلزمك تعرف الديريفي بالكدا بالكدا. دونك شنو نعمل؟ عندي الكا هذه كان انت تحب كي تبدا الكا هذه عندها بويسونس نيجاتيف طلعها الفوق تولي بوزيتيف، دونك نكتب الكا الاولانيه هذيك كا ان دومي هذه، ونزيد نطلع الكا هذه نجيبها بحذاها اما باش تولي لي زاد الكا ان دومي خاطر كي يبدا في الفاريابل في الدونيميناتور بويسونس نتاعو نيجاتيف كي نطلعه الفوق يولي لي بوزيتيف. ومن لوطا باش نخلي هاك الال هذه لا بويسونس ان دومي لهنا هذه، ونجيب الال الموجودة من فوق بالبويسونس نتاعها نيجاتيف نهبطو اللوطا دونك باش يولي لي بوزيتيف زيد. دونك من فوق ولات لي كا ان دومي فوا كا ان دومي، ومن لوطا ال ان دومي فوا ال ان دومي، دونك نورمالمون كا ان دومي فوا كا ان دومي باش تعطيني كا ان دومي بلوس ان دومي ان دومي فوالا هنا بلوس ان دومي سور ال ان دومي كيف كيف بلوس ال بلوس ان دومي. دونك ان دومي بلوس ان دومي باش يقال ان سيتادير تي ام اس باش نلقاه ك سور ال ريت الاختزال ونوصل. دونك هذه تي ام اس الكل هو ك سور ال، ناخو انا الريزلتا هذه ونمشي نحطها نعوضها لهنا. دونك ك سور ال ايغال دبليو سور ار، مع العلم لهنا انه الدبليو في والار عطاهم لي بكري قال لي راهم ايغال 5. دونك تو سامبلومون اسهل حاجه انك تعوض باش نلقى انا انه ك سور ال إيجالا أن، إش معناتها أن رابور يعني عدد على عدد يساوي واحد، ستادير الفوقاني واللوطاني كيف كيف، بلغة أخرى أنو الكونديسيون ديكيليبر هذه خرجت لي أنو الـ L إيجالا كا، هذه هي سي ليكواسيون دو سونتي ديكسبونسيون، هذه هي، فوالا. تعداو توا الكيستيون نمبر 3، قال لي ديتيرميني لي فونكسيون دو دوموند دو دو فاكتور ان فونكسيون دو دبليو في ار ايكو توتال، يعني بلغه اخرى قداش هالبرودكتور هذا قداش يزمو يدخل من كابيتال وقداش يزمو يدخل من خدام، قداش يزمو يدخل من ماكينه وقداش يزمو يدخل من خدام. الو احنا ديما عندنا البروغرام تاع البرودكتور هو دو ماكسيميزي كي تكتب الفونكسيون تاعو وصول كونترانت بيجيتير انو عنده الكو توتال ايكال دبليو في ال بلس ار كا. احنا تي ام اس هذا باش نسحقوه لقيناه بكري كا سور ال، ومن التي ام اس والكونديسيون ديكيليبر خرجنا انه ال ال ايجال كا، بلغه اخرى قد ما يدخل خدام يلزم يدخل ماكينات. جاني لهنا قال لي طلعهم لي بالضبط هال ال اون فالور هذوما قداش، يلا ندرا 1 2 3 4 انسيت سويت انسيت سويت، وقال لي اون فونكسيون دو دبليو في
اير ايكو توتال. كان تتذكروا بكري اعطاني هو الكو توتال، دونك كو توتال قال لي راهو 100، سيتادير هات نكتب الفورميل نتاع الكو توتال اللي هي هذه هي بيدها ونعوض ثو. دونك عندنا 100 تساوي دبليو في، قال لي راهي 5، 5 ال بلوس 5 كا، مع العلم انه كا تساوي ال بلغه اخرى، يعني 100 تساوي باش نعوض انا الكا بالال، دونك تساوي 5 ال بلوس 5 ال. علاش؟ خاطر قلت لك راهي ال هي بيدها كا، عوضت جيس الكا هذه بالال هذه، دونك هذه باش تعطيني، باش تعطيني 100 تساوي 10 ال، خاطر 5 ال بلوس 5 ال هي 10. الور دونك ال قداش؟ ال تو سامبلومون هي المجموع على المضروب فيها، دونك 100 على 10، 100 على 10. خذ حتى كالكلاتريس باش تلقى انه ال، والا نسميوها ال اتوال، هي 10. اي كيف كيف بويسك ك يساوي ال، دونك راهي الك اتوال زاده كيف كيف تساوي 10. دونك هذوما هما لي كونتيتي اوبتيمال. من بعد قال لي ديتيرميني ليكيليبر دو برودكتور، اون فيت بلغه اخرى يعني باش ترجع انت للفونكسيون الاصلانيه هذيك هكا الكو، باش تعطيه كي اتوال توا، بويسك انت لقيت ال 10 والك 10، باش تمشي تعوض ال ك باش تولي 10 على بيسونس 1 دومي فوا 10 كيف كيف ال ال هي ال بيسونس 1 دومي، عوضت له الك والال هنا بويسك انا لقيتهم نورمالمون باش تلقاهم ايجال 10، خاطر 10 1 دومي فوا 10 1 دومي هي 10 على بيسونس 1 دومي بلس 1 دومي اللي هي 1، دونك باش تقعد لي ايجال 10. باهي باهي، نمشيو توا الكيستيون نمبر 5، وهنا باش نركزوا شويه. قال لي توا سيبوزون que nous soyons maintenant à courte période. كان نذكروا من بكري في اول فيديو قلت لكم مش معناتها كورت بيريود من فونكسيون دو برودكسيون، يعني بلغه اخرى الكا ما عادش باش تبدا موجوده، نلقاو كان الاله كاهو. وزيد اكد لي الكلام تاعي اي كو لو فاكتور دو كابيتال اي فيكسي، يعني ولا حتى هو اللي تقولش عليها هكا، يعني الفونكسيون بلغه اخرى كيفاش باش تولي بالضبط، باش تولي تقولش عليها كيف هكا كو دو كا بار هكا، يعني فيكسيها ال. اش قال لي؟ قال لي راهي الكا ايجال 25. يا اخي هي بكري مش الكا هنا كانت ان دومي، سيتادير باش نعوض الكا 25، دونك 25 على بيسونس ان دومي فوا ال على بيسونس ان دومي. باهي، عندي انا 25 على بيسونس ان دومي هي ايجال 5، خاطر ان دومي تقولش عليها راسين دو 25 كي ايجال 5، كنت تحب حتى تخدمها بالكالكيلاتريس شوف باش تلقاها ايجال 5. دونك 5 فوا ال على بيسونس ان دومي، هذه الفونكسيون دو برودكسيون تاعنا. هيك ولات لي كان بالال بركه، دونك هذه سيتادير راهي اكورت بيريود. من بعد اش قال لي؟ قال لي كيل اي لا فونكسيون دو كو توتال. باهي تو سامبلومون انا نحط له الفورميل نتاع كو توتال، كو توتال اكوات ايكال قلنا راهي دبل في ال بلس ار كا، الكا لهنا قلنا فيكسيناها، دونك هات نعوض توا الكو توتال ايكال دبل في هي 5 فوا ال بلوس 5 فوا 25 خاطر الكا هي 25، سيتادير يعني الكو توتال اكوات ايكال هي 5 ال بلوس 5 فوا 25 هي باش تعطيني 125. فوالا هي الفورميل الجديدة نتاع الكو توتال. من بعد قالي لا فونكسيون دو كو مارجينال، هاد أول حاجة نفهم واش معناتها كو مارجينال. باهي، أول حاجة سي كوا لو كو مارجينال؟ بار ديفينيسيون لو كو مارجينال سي كوا؟ هو سي لو كو دو لا ديرنيير اونيتي برودويت، كو دو لا ديرنيير يعني متاع آخر قطعة صنعتها في المعمل متاعك فك النهار هذاك، هذيك هي تمثل الكو مارجينال. دونك الكو مارجينال سي لو كو دو لا ديرنيير اونيتي برودويت. اي يا اخي مسيو، يا اخي بربي تو سامحني يا اخي، كل يونيتي نصنع فيها انا مثلا، انا نصنع في الباجيت يا اخي كل باجيت عندها كو وحده، نجم راهو ينجم زاد الكو مارجينال هذا ينجم يكون كونستون. اش معناتها كونستون؟ يعني اللي يونيتي اللي تقعد تصنع فيهم كل عندهم نفس الكو، لكن بارفوا انا مثلا نعطيك مثال، انت باش تصنع الخبز ولا بيتزا يا اخي الكو نتاع الباجيت الاولانيه يا لندرا كيف الكو نتاع الباجيت الاخرانيه بكل، لا ما نصورش، خاطر انت الكو نتاع الباجيت الاولانيه باش تسخن الفور والفور يلزمو برشا وقت باش يسخن، لكن الباجيت الاخرانيه بكل باش تدخل تلقى الفور حاضر وسخون وكل شيء. دونك هك الديفيرونس هذاك كيف كيف راهو عند البرودكتور راهو يقرا له حسابه. دونك المهم
لهنا نرجع للديفينيسيون تاع كو مارجينال. كو مارجينال سي لو كو دو لا ديرنيير يونيتي برودويت. دونك كيفاش نحسبوا ان الكو مارجينال؟ كو مارجينال سي سيت ان كالكول دو ديريفي، سي لا ديريفي دو كو توتال بارابور كو. باهي انا لهنا كي نرجع ما نلقاش الكو، باهي دونك يلزمني ندخل الكو هذه موجوده لهنا. باهي كان نرجع انا بكري، ها هي الكو اون فيت، هذه هي بيدها راهي الكو، راهي الكو ايغال 5 ال ان دومي، ولهنا الكو توتال زيد لقيتو اون فونكسيون دو ال، دونك العلاقه ما بيناتهم هي ال. دونك تو سامبلومون نجم نخرج انا ال من هنا. هاو كيفاش نخرجها انا ال؟ دونك اش عندي انا؟ عندي كيو تساوي 5 فوا ال على بيسونس ان دمي. دونك نخرج ال على بيسونس ان دمي اكوات ايغال هي المجموع اللي هي كيو سور 5. باهي مسيو انا حاجتي كان بالال بركه ماشي ال ان دمي. دونك اسهل حاجه تعملها انك تزيد بويسونس في المقلوب نتاع البويسونس نتاعو هذا، هذه ماي ان دمي. المقلوب نتاعها شنيا؟ هي 2. مثلا كان جاتني 3 دومي المقلوب نتاعها هي 2 سور 3. لكن فات اتونسيون كي زدت انت كل بويسونس على اليسار زاد يلزمك تزيد على اليمين، سينو باش تبدل العمليه. دونك لهنا ال ال ان دومي لا بويسونس 2 الكل باش تولي لي تقولش عليها ال على بويسونس 1. دونك لهنا هات نكتب افيك ان اوتر كولور باش ما تدخلش بعضك. اريزي دونك هذه ال على بويسونس 1 دومي لو تو على بويسونس 2 باش تولي لي ال على بويسونس 1 سيتادير ال، ولهنا Q à la puissance 2 sur 5 à la puissance 2. Donc 5 à la puissance 2 هي tout simplement باش نكتبها 25. Voilà. Donc L égale à Q carré sur 25. وتجي لهنا لك الكو توتال هذاك وتعوضه. Donc هات نكتبه لهنا. Donc الكو توتال ونعوض ال اللي لقيتها بكري en fonction du Q. Donc باش تكون égale à 5 fois Q carré sur 25 plus 125. هاو كان تنجم انت تعمل سامبليفيكاسيون، نحي 5 منها و 25 هي شنو هي 5 فوا 5 سيتادير باش نحي 5 من هنا باش تقعد لي الكو توتال. هات نكتبو كل، دونك الكو توتال هو كو كاري سور 5 بلس 125. فوالا هذا هو الكو توتال اون فونكسيون دو كو. دونك توا نجم انا نحسب الكو مارجينال. قلنا الكو مارجينال هو سي لا ديريفي دو كو توتال بارابور ا كي. دونك لهنا باش تمشي تدرب توا انت على الكي، الكي فيها بويسونس 2 ومقسومه على 5 سيتادير باش تولي لي 2 سور 5 فوا كي، وال 125 هذه سي تي كونستانت والديريفي نتاع كونستانت هي 0. دونك فوالا هذا هو الكو مارجينال هو 2 5 فوا كي. باهي وقال لي من بعد ديتيرميني لا فونكسيون دو كو مويان. فوالا باش نخدمها لهنا. دونك الكو مويان سي كوا؟ اون فيت الكو مويان سي او ام، يعني ام ماجسكيل. الفرق ما بين الكو مارجينال والكو مويان، الكو مويان الام ماجسكيل والكو مارجينال هي افيك ام مينسكيل. دونك كو مويان هي حاجه مويان، سيتادير سي لا كو لو كو توتال الكل بارابورا كي، والا نقسموه على الكي. دونك تمشي انت تحط الكو توتال، الكو توتال قداش لقيناه هي كي كاري سور 5 بلس 125 الكلها باش نقسمها على كي. دونك عندي من غادي كي كاري نحي كي من غادي وكي من هنا باش تقعد لي كي سور 5 بلس 125 سور كي. فوالا هذا هو الكو مويان. باه اخر سؤال لهنا، جا قال لي ديتيرميني لا فونكسيون دوفر دو سيت فيرم. بور ديتيرميني لا فونكسيون دوفر دو سيت فيرم بلغه اخرى يعني قداش هالبرودكتور هذا يلزم يوفر في المرشي ولا في السوق من كونتيتي، يلزم كونتيتي اوبتيمال بلغه اخرى انا باش نلوجو على الكي اوبتيمال قداش بالضبط قداش يلزم يوفر. باهي دونك كيفاش باش تطلعها هذه؟ اون فيت لهنا باش انت تبيع ومن غير خسارة بلغة اخرى، يعني يبدأ البروفي ايجالة زيرو، بروفي متاعك ايجالة زيرو، اش معناتها؟ يعني لك خاسر لك رابح. راك يلزم هذه ستين كونديسيون، يلزمك تبيع البري متاعك يلزم يكون ايجالة الكو مارجينال، هذه قاعدة متاع البرودكتور. باهي باش نطلع انا توا الكونتيتي متاعي ننطلق من الكونديسيون الثانية هذه، نحط انا البري ايجالة كو مارجينال. كو مارجينال طلعناه بكري هاكا دو Q sur 5 c'est-à-dire 2Q sur 5 voilà.
باش نعمل توا راجل دو تروا. راجل دو تروا تقول لي بي فوا 5 اللي هي باش تعطيني 5 بي ايجال 2 كو. فوالا دونك ساهله برشا. دونك باش نطلع انا الكو تو سامبلومون نخرج الكو هي المجموع 5 بي سور 2. فوالا هذه هي الكونتيتي دوفير نتاع البرودكتور هذا. مرسي بوكو. كان عندكم اي كيستيون تحطوه في الكومنتير والا على الريزو سوسيو. نشوفكم ان شاء الله في ابيزود اخرى. الى اللقاء.